فيديو جديد عجلة الحظ. اخيرا بعد طول الانتظار وصلتنا عجلة الحظ. هيا شوفوها فرع عبود فرع عجلة الحظ. شوفوها هيا عجلة الحظ بعدها كيف تعرفوها وشايف فيها بيها جوائز وبيها عقوبات. طبعا هاي فارغة لانه هي نقطة الانطلاق راح تكون. لو عندنا عقوبة ضغط جائز 10,000 جائز ليز وطماطة. بعد الطماطة هذي الدينار ونوتلة وترجيح جائزة 5,000 وبعد 5,000 يجيكم حظ اوفر 500 دينار وبصل وربع وفراولة. والفرة راح تكون على هذا الاتجاه هيجي. اذا جت على الضغط مثلا هم يحكمون عليك ايش قد الضغط. اوكي وطبعا هنا شوفوا هذا الربع هاي 500 وهاي 1000 وهاي 5000 وهاي 10,000 وهنا الفراولة وهاي النوتيلا وهذا الجبيس وهاي الطماطة وهذا البصل. طبعا هو انطلب من عندنا تحدي عجلة الحظ فعلا وهو دورناها اخيرا لقيناها. لذلك اليوم راح نشوف منو اللي راح ياكل البصل، من اللي راح ياكل النوتيلا ومن اللي راح يربح الفلوس. اكيد يوسف راح ياكل مو بديو تطلع على 4 مرات نوتيلا و10,000 يعني قصدك قبل التصوير. اي هم 4 مرات 10,000. واو يلا هسه مين بنبدا احنا؟ هاي يعني انت الارما تدينا الوحده؟ اريكتان وحده انسان وحده ورا عبود. ما يصير انت تعطيني دورش العبود باعتبار. بالمناسبه اذا ربحتوا 10,000 والالف وال5,000 وكل هاي اذا ربحتوها لا تنسون هاي الفقره واللي هي ترجيع اللي ممكن كل شيء ربحتوه يرجع الي. كم فقره؟ كل واحد له 5 فقرات. بل جوله الوحده؟ اي كل واحد جوله واحده ماكو 2. اوكي هسه العبودي خلينا على نقطه البدايه. من تكون مستعد عبودي فور. اوكي بس لازم فره سريعه ما يصير بها غلط. يلا 1 2 3. اوكي 1000 دينار عبودي اول جوله وهذا 1000 دينار. عفوا. اوكي الجوله الثانيه يلا عبودي 1 2 3 انطلع. خلينا نشوف راح يطلع. بصل 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 بصل. اوه الضغط ايش قاعد تحكمين لا راجل الضغط 5 مرات. وانت يا يوسف 11 و5 16 تفضل 16؟ اي 16 مرة. يلا احسبوا لها انت. اوكي يلا انطلق 1 2 14 15 16. جود جود عبودي. يلا هسه انت ايش بقالك جولتين صح؟ ثلاثة صح ثلاثة. يلا يلا 1 2 3 انطلق. فراوله هاي الفراوله. اخذ فراوله عبودي لحد الان بس 1000 دينار طلع عبودي. انا بتروح شريك بابا اريد اطمطه. انا متحمسه الدور. زين يوسف اذا انت طلع لك 5 مرات 10,000 لا لا خلاص انا بدي اطمطه. انا الطماطه و10,000 ماكو طماطه وبصل لك. يلا 1 وقال 2 ايها الرابع ولا الخامس. يلا 1 2 3. لا فراولة بعد ما كلها. هسه لك بصلايا طيب بصلايا. اوكي خليها يلا خلينا نشوف الفرة الأخيرة. يجوز تطلع ترجيع وترجعين كلهن. بس الضغط شلون يرجع خطية؟ عبودي زين اللي ترجع لها. يلا الفرة الأخيرة والحاسمة. يلا 1 2 3. يلا 10,000. ما يصير لا 1000 دينار مبروك يعني 3 قوات مو لا بس 10,000 ترى لو 1000 دينار ووصل مرتين وضغط مرة عدد 10,000 تدفع لها. بس ياخذها لل 10,000 انت كل شيء ما لك بعد. هسه عبودي خلص الجوله مالته نروح لمين؟ يلا هم مستعده؟ اي يلا الجوله الاولى 1 2 3. هسه اول وحده بصل ما راح تاكليها هسه احتمال يطلع ترجيع. اوكي يلا الجوله الثانيه 1 2 3. هاي فرة خفيفه ما يصير. اوه 5,000 خفيفه والله بابا. لازم الفره تكون فره سريعه ما يصير عندك. واذا طلعت لي 10,000 عادي اهم شيء تكون سريعه تاخذين 10,000. يلا 1 2 3. هم مو سريعه بابا مو سريعه ترجيع. الله
رجعت للبصلة. الحمد لله ممكن تخسر 5 ثواني. هسه الفرة الثالثة يلا 1 2 3. دعيت لها؟ ايه مبروك. يعني المفروض هسه تروح على الجائزة لارا. بعد ماك 10,000 لك يوسف. هذول اسمهم مخلي مرتي يعني. ايه جودي تعالي 5,000. صدق؟ يلا 1 2 3. طماطم. هاي طماطم ياخذيها. يلا ان شاء الله ترجيح السعود. اللعبة الأخيرة والحاسمة. أبو ذا سبلها. 1 2 3. مرة سريعة مرة سريعة. لا سريعة. حظوظ. إذا رمحتي من 10,000 والطماطم مبروك. هسه بقى يوسف. خلي لك 10,000 يوسف. 10,000 وألف. تقبلون؟ طبعا هسه رجعنا ال 10,000 والالف، الالف اللي ربحها عبودي وال 10,000 اللي ربحتها لارا، وانطيناها 5,200 بمكانهن، بس ما عاقبنا هالعقوبة، البصل رجع، بس الطماطم لازم تاكليها، يلا كليها خلينا نشوف. شوف خلينا نشوفها عطيتيها، صح؟ يلا، هسه الجولة الحاسمة والأخيرة، المن؟ يوسف. يلا يوسف، 1 2 3. واو. ترجيح ما عنده شيء ترجيح، ما عنده شيء رجعات. الاولى راحت هيك ترجيح لانه ما عنده شيء رجعات. يلا ابو ذا احسب لها يوسف. 1 2 3. بصل 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 بصل. 10,000. تمرين ضغط. ايش قال ابو ذا؟ 4. انت لارا 1. يعني 5 هو حكم عليك 11. هسه يوسف لازم يسوي ضغط 5 مرات. يلا يوسف 1 2 3 4. شنو الضغط هذا؟ وينك هيك شيء؟ لا شنو؟ يلا عيد. لازم جسمك عدل 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 جسمك عدل جسمك. 1 2 3 4 5. الجولة الثالثة ليوسف، الأولى طلع له ترجيح والثانية ضغط، لحد الآن ما طلع له ترجيح. حلو يلا 1 2 3. خلي عيدها. والله انت عم تقبل. يلا عيدها يلا عيدها يوسف عيدها. يلا احسبي لها. لا راح احسبي لها. 1 2 3. فراولة. يلا احسن. هسه هاي الرابعة. ايه واحد هاي اخر وحدة. لا الرابعة. عاد هذا الثالثة. اي 1 2 3. الفلوس 5,000 طلعت لليوسف. شوفوه هنا هسه هاي 5,000 اكلها الفراوله. جوز طلع لك ترجيع واخذها الفراوله. عادي. لا بقول هاي خلاص. لا بعد وحده اخر وحده بقت لك. يلا على الجوله الخامسه والاخيره. ها يوسف مستعد؟ احسبي لي لارا. 1 2 3. الجوله الاخيره. لا تروح يوسف عليها. لا تروح عليها. لا تروح عليها. ما طلع على 10,000. يلا عادي لا سوى. يلا طلع لك 5,000. ها؟ لا سوى. ما تعاقبوه عادي؟ اي عادي. بما انه ما راح تعاقبوه راح نعطيكم مساعدة كل واحد جولة فرة. اوه. انت شنو انت مو وياهم؟ لا عادي. عبودي ياخذ جولة لك فرة. واحدة بس فرة واحدة. يلا. يلا المساعدة العبودي. يلا 1 2 3. راح يطلع لك. هسه هاي ال 5,000 العبودي، انت لارا طلع عليك 10,000. واو شنو يوسف ايش طلع لك؟ 5,000. اوكي هسه بقى لك فره انت. صح يلا يلا الزميها الزميها. يلا عادي اخليها على النوت الاوفر. اي عادي يلا 1 2 3. 10,000. اوه ما كل شيء. عيد عيد. لا 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 يلا يوسف انت وحده. لك لك وحده. يلا لك وحده. هي اكثر وحده طلعت فلوس. انت 10,000. يلا لك وحده اخر وحده. اي اخر وحده. يلا 1 2 3 ونص. اوه 10,000.
خلف ال يلا بس هذا البقل ماكو بعد اريد هوايه النوتيلا يلا فر واحد اثنين ثلاثة واو هذا اني قوه النوتيلا نوتيلا فر ليش تتكلم عن نوتيلا على الهاي صدق والله ما ادري بس هاي واو يوسف عاد عيد انا لا حصل قبل صح عيد عيد البقل عيد ماكو بس على عبود انت مفرفرات يلا اخر واحده هاي واحد اثنين ثلاثة طلع طيب ما راح نتفق لكم اتفاق اوكي هاي الفره راح نعطيكم فره واحده اخيره بس ايش يطلع كلكم شراك بيها اوكي يعني اذا طلعت النوتيلا كلكم بيها اذا طلع لكم ربع كلكم بيه يلا من تريدون يفر العجله مكانكم كلكم تصويت اغلبيه لارا تريد انه يسوي يوسف دي صوت لارا اذا يلا لارا متى الملتي انا ما علي انا طرف ثاني واحد اثنين ثلاثة نوتيلا ربع هذا الربع كلكم بي يشترون مثلا فتشي وتتقاسموه اوكي عليك نستلا وعليك او الى اخره اوكي حسنا ايش قد جمعتي لحد الان 10 وربع انت يوسف 15 لا صدق اي صح 15 ارجع ذني اليك ونقسم ذن علي لا 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 انا اخلي ذن حتى ما تقتل يوسف مقتنع ما يصير مو القرار زين اذا رجع هاي حسنا ايش قد طلع لك 5000 انت لارا 10 وربع يعني انت اقل واحد اوكي ذني هذا الف وهذا الف 2000 هاي مساعدة اليك حتى ست اسوي هسه انت ايش صار 8000 صح؟ انا 8000 انت ايش قد صار؟ 15000 وانت 10 وربع ابوك ايش قد بابا؟ هسه انت اكثر واحد بيهم ايش قد تريدون هذا الفيديو وصل كم لايك؟ 200000 لايك اذا وصلوا 200000 لايك نسوي ان شاء الله جزء ثاني بابا خلي 200000 لايك 100000؟ يعني 200000 قليل نسوي 100000 اوكي 100000 هنا وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا لايك شباب وادفعوا الجرس حتى اوصلكم كل شيء اوه